الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعين كل احترنا أبواب نواقض الوضوء بابك كساب سناء وحيابها ويسد بريه وحر الشيخ رحمه الله هذه تاني أبواب ما شيء بابك كهذه ويستحب للسنة الوضوء ويسيس لأجله درادي باب استحباب الوضوء ويسد السنة تهدي ببابيه مما شيء لغا ويسيسته مسته النار دبقلي والرخصة هي الرخصة ليس الرخصة في تركه ويسد الرماها دبك قالي وحيابها لكريه لغا ويسيسته كتقسته ليس الرخصة ويساو الشيخ رحمه الله تعالى باب كريوحا يكساب سيهين الرماها لواجبهين إن لو ويسيسته لكن هاي السنة هاي إن لو ويسيسته الرماها سيوحا كميدا قفكو هدي وعنو أما بس وعبو وحدب قالي وإن لغو ويسيستا واجب ماها الدوان وهين هلب كي قيلة الحديث كي سهره ونوص ومره إساقا ينو تلماني هدي ودب قالي هدي كلاب إساقا إن لغو ويسيستان يوحا لغو ويسيستان يانا إنانا هاين دب قالك يا إتهاي هلب قيل لبدا عن إبراهيم بن عبد الله بن قاريد أنه وجد وحلكم أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ ويسيسني على المسجد مساعد كدوشي سكو ويسيسني فقال وحوري إنما توضأ وحنك ويسيسني ياؤون من أثوار أقط عن فردي قبل لدد عن قبل قطع قبل يرير عن فردي تاسو أكلتها عن حني لأني محايا لأني سمعت واحد مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيلاو يقول له توضؤوا ويسيست مما مست النار وحي الضبق لك ويسيست وهي حديث كان وحلو دليش مرقى كوبات جواز الوضوء في المسجد وعلى المسجد إني بنانتا يقفكم مساعد كيسوا وكل احتراح إنو ويسيستو مساجد كدوشي سي صد حقي سي سقو صارنا إن ويسيستاير بنان تاي وعلماء كرايستان قفك به وكو ويسيستاي حبنه سمري أو يقانين الماء المستعمل انتو أرورية إنو مساجد ككشوه هل كان قاعدة الشيغان وحدادان يجوز ضمنا ما لا يجوز قصدا وحبا تراء بنانين هدين لو قصديو لكن هذا يجب ان يكون هناك شيء 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 يكون كل شيء يكون هناك شيء يكون هناك شيء يكون هناك شيء يكون هناك شيء يكون أثوار وبمعنى قطع يكون الله أقطنا وعانا فردي عن فرد ونوحي كمديهين مما مسته النار وحيابات دبك قلبي كمديهين وعن فرد قلوه قمت شهدو عانا لفريسيون وعانا لكريي مركي لكريي وحاك بحي بيه يتنوح صهري عانيه وأدكاده وجامد نقضي وحاداق وقلل النقضي ودب يتندي سيدو دالله عنه سيبسكو الكوكالي أما بس ده هدي لدونا لين تبي اللي قدر حريدو دب لورد العالية أو عانا لقديكو مركا واحد سوق لي يا وحيابها ندبك قالي سأوجد باب هوري رضي الله عنه وان كوي سيسني يا وهاي واحد مغلي رسولك عليه الصلاة والسلام أوله وحي دب قالي كوي سيست مركا يقول الدب قالي ويان معنو وعكروا حديثك لقى فائدة السنة يا
صحابة رسولك السنة النبي عليه الصلاة والسلام يا حديثي سقول يا فعل بين ويقانين حجة شرعية دليل أحكام تشريعات ويكون سقناته وكابو هريرة دليل شرعية يقف كوحي اللي قصة لوجي اللي قب صدو اللي رضوحة محاد وصمين إيسا إنو الشيقة دليل كيسة رضوحة وحان وصمين يا إلهي سبحانه وتعالى سيدايني أما النبي عليه الصلاة والسلام سيدايني أما النبي قال سيدا يلا يبارك وعن عائشة عائشة وحل قوري عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحي كوري سيقال إنه للنبي توضأوا ويسيستا مما مست النار وحي دبق عليك ويسيستا إلا كريي. وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يسوق حديث كاس هروا كلاء رواهن وحوريه حديثاً أحمد باوريه ومسلم باوريه والنسائي أياوري ويا حديثة السادة أركيسان وحي أمر كب حسي وفكي مركا عنا وحدب قلي إنو كوي سيستو أرين تاسي مركي وروحي هيد مسألة خلافية أيها هيد وصحابة رسول كويس كو خلاف صناعين مواجب بين لقوي سيستعمر كالنبي قاوقي مسواجب معها وحان خلافة ويكتغن الخلافة الأربعة أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي إلا قوي سيستا إناني واجب أهين هساة هدى وح خلاف في مسألة كما تاقنا وعلمات وحي اسكو وافقا وحي دبق لي إلا قوي سيستا إناني واجب أهين سأل الإمام النووي رحمه الله تعالى وكل شيء كتاب كيسا شرح مسلم كتاب كمسلم وكل شرح يوحي ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه وكان في الصدر الأول خلاف كائن الشيقنا يكو صاحب صلى مواجب بأين لقوي سيستوي حيد أبقالي ومدى قيمت يديه ورأيه كالنحية ثم أجمع العلماء بعد ذلك أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار انت أدب العلماء وحي اسكوا وافقين إناني واجب أي وحي دبق لي إن لقوي سيستو ابن قدام اللفتي سوح ورادا كتاب كيسا مغنقة لا نعلم اليوم فيه خلافا ما أنت مسألة دا وح خلافكم أغن وعدتني وعد أورانا يسوى واجب وحي دبق لي إن لقوي سيستو ما أنت ما هينو بركة علماء قاروح إليهن حديثا نوابا منصوخ با وحديث كاجا بيرين وصو صعدا أي ألقون نسخي بي الليين قارنا وحي الليين حديث منسوخ ما هي أمر كان كتيرا أيها تصين أيها استحباب صنة نمو واجب نماء أن تصين هين صابت أمر كي واجبين لو قل لحيين وحي تاي حديث كلا أيها ترتو تلمام إيسا نبي عليه الصلاة والسلام إنو عني وحدب قلي وهدنا آنو كوي سيسا حديث أسي أيو كحك سيين مؤلف رحمه الله تعالى حديث كان ميمونة يانا قهر يوحر وعن ميمونة قالت وحيت لميمونة أكل واعلي النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شات ناف أريا قرب كيبو نبي وحك علي ثم دبتنا قام واستاقي فصلى واتكدي ولم يتوضأ ما نوي سيسر رسولك عليه الصلاة والسلام مركا تاس واحد دليل تاي إن أنا واجب هاي وحي دب قلي إلا قوي سيستو والنبي عليه الصلاة والسلام واعني كمنوي سيسا وانو تكدي هذه اللي أرى لها أن دي مرضا بالغي أبين وي سيستي دي وحابة اسكو حيقي عنستي إيو كعتان كيو عنستا ككعي إيو إيا صلاة دي سيبا اسكو حيقي إن أنا وي سيسا نصحابية دوا شكت وعن عمرو بن أمية الضمري قال وحر رأيت وحن أركى النبي صلى الله عليه وسلم نبي قايان أركى ويحتز قوصر يوم يديكو قوصر من كتف شات النف أريا قربك مديك قوصر يهلب أكلوا أعنى النبي عليه الصلاة والسلام منها نف كهلب كيسيب وحكى عنى من لحمها فدعي والله يا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة الصلاة دي والله يا
وقام وايستاغي نبي وطرح واتور السكينة مددي وصلى واتكذي نبي عليه الصلاة والسلام وحال بوتكذي لم يتوضأ آنو ويسيسا. متفق عليهما وإمام أحمد يا بخاري يا مسلم باوريين لبدا حديث با. وحمرك حديثنا أي دليل طهي ولما حديث كدن بي عمرو بن أمية إن هلب كمركا لغوغو سنكارو مدي أديلم كتصالان وأدق يهاي ودي باي هاي كانتو أما دي أواوين يهاي با. وحانا العلماء بدن كودو هدي مديدة لغا مارمي كراو مديدة استعمال كيدو مكروه. وحكرو حديث كو الدليل يهاي إمام كو هدي ودو يهاي صلاة دا إن لغو يهارو ومؤذن كو إنتا آنو أقيمي صلاة دا أوغو يهارو وهي إقامة مامل كيدو وحا إسكالي إمام كايا إسكاله آذان كمام الكيس أي مؤذن كو إسكاله رقال نبي عليه الصلاة والسلام مؤذنين تيس وقت إقامة مركي قادة ما دام قريقي سوى مساعدك وكودة قناة ودواء ووتاق تيرين وويير تيرين إسكما يقيم تيرين. وكلو حديث أحلى مدن حديث باي الدليل ويهين وحي الضب قلين لقوة سيستاين على واتب هاين وامرضا كسا اروري اري واجبين فائدين هين السنة نما اوناي تسين يعني ان السنة تاين لغوي سيستو. وعن جابر قال وحولي اكلت وان عري مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي قالوا لتشوغا ومع ابي بكر ابي بكر قالوا لتشوغا وان عري وعمر عمر قالوا لتشوغا وان عري خبزا خبز واللحما يهلب فصلوا ويتو كدين ولم يتوضأوا من أي ويسيس رواه أحمد مركا حديث ورأيهم بحديث كان للمدين. وعن جابر قال وحويري كان آخر الأمرين من رسول الله كان وحا ترك الوضوء ويسيس إلا إسكد أيه مما شيء لقى ويسيس تمسته النار ضبو طابته ضب قلي آخر الأمرين بوأها لبدا الرموت كدن بيهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاي حاله وكسوف لي رواه أبو داود والنسائي. مرق حديث كان معني صوح نقونية رسولك عليه الصلاة والسلام وحي دب قلوة كوي سيسنكري لكن إن ويسدا اسكد دايي أياد دنبيسي. مرق حديث كوحد للشذي قولوا إن كيدا أرن كاسوا منصوخ با وحكم كاسوا حكم لبدل وحي دب قلين لقوي سيسته ما دام إسكدين تويسد على النبي عليه الصلاة والسلام يكدن بيسي. وحسائن الله نورت حديث كني وحديث ضعيف وي والنبي عليه الصلاة والسلام أن كسبنان وأن أن رسولك كان صحي وحديث المعل صاربا ينطلمان حديث علي سوي حديث وأن صحي لعنى ما تصيان ويسد لقوا يستوحي دبق علي إني منسوخ تهاي وأري واجب ناين سننا هين وحاو تصلى ونسيد الحديثة وربدي آية المعنى تهي إلا قوي سيستاين أري واجب هين وقفوا يساقوا عناي وحدب قلي إنو ويسالان اسكتو كان كراه دي مركورة ويساق بي ساسو مالغو فصير لها وحا كلامر كانت تصلى يا إن السنة هاي اللي جوا يستوي حد دب قال النبي عليه الصلاة والسلام مركي لو يديس حديث كجابر بن صامورة كصغنين إن صامرة أنا توضأ من لحوم الغنم اللي بكاري جميل كوي سيسنا قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ داد دون تكوي سيسا داد دون تنا كوي سيسنا تاس واحد تسين الساوي حد دب قال اللي جوا يستوي السنة هاي وهذه وحويان أنا السنة هاي النبي عليه الصلاة والسلام يرى عدين هداد دون يسيد كوي سيسو وحان شريعة الشيخين إن لو ويسيستو أما لغا ويسيستو هذه لغا ويسيستو أما لو ويسيستو ده وحي نقارسا وحان شرعي كميدهين قفكو هدول أمر كان درك حراني حرشة درك كان ويسيستني أما والد كمر كان صواب بوقانيو بوقاشة ده والد كان ويسيستني أما السوق أمر كان تجيست السوق كان ويسيستني حنا قفكو مركو قولي سكبحي ويسك ويسيستن كروانا سيدا فيعان لكن إنو السبب أغرد إغا الرماء النوع عاصر
ayaan shariicada ku soo aroorin. Marka hadaad doonto ka weysaysidaas waxay tusinaysaa in laga weysaysta inay sunnatay. Xadiidkan waxaa kaloo daliishada qolooyinka dhaada hilibka geela lagama weysaysan karo, in laga weysaysta waajib maaha. Laakiin taa jawaabteeda hore ayaynu sheegnay. Culimada ka jawaabteen Alimaamu Nawawi raximahullahu tacaala ayaaba ka mid a. Marka dacfigiisa laga yimaado daciifnimadiisa, hadduu ansixi lahaana dee xadiidkani waa xadiid caama weeye oo hilibkii geela aan si gaara ugu saabsanayn. xadiidkii jaabir ibnu samuriye, xadiidkii albara ibnu caazibna dee hilibka geelay si gaara uga hadleen. waalkhaasu yaqdi cala alcaam, labada daliil haddii uu midna daliil guud yahay midna daliil gaaro masale si gaara u khuseeyey yahay, isla markaana ay iskhilaafaan, daliilka gaarkaa baa laga hormarinayaa daliilka guud. daliilka gaarka waa qaci oo masaladii si go-aan buu uga hadlo, xukunkeedu u sheegay. daliilka guudna dee ixtimaal baa ku jira oo kan gaarkii kuwaa guud ma ka mid yahay maanta mise waa ka baxsan yihi, labaduba wax dhici kara weeye. ta kale xadiidkani cillada weysada wuxuu ka dhigayaa in shaygan uu yahay shay dab galay. xadiidkii jaabir iyo xadiidkii baraana waxay cillada ka dhigayaan iyo sababta hilibka geela looga weysaysanayo kownahu laxma ibilin, inuu hilib geel yahay. marka hilib geelnimada ayaa keentay weysada, ama dab ha galo ama dabyaanu gelin. baabu fadli lwuduui, weysadii fadligeeda u baab yahay. likulli salaatin, salaad kasta loo weysaysto. baabkani wuxuu ku saabsan yahay masalada loo yaqaano tajdiid lwuduu, oo qofkii uu weyse qabay weysadaa salaad buu ku tukaday, salaadii kale ayaa u soo gashay isagoo weyse qaba. waajib ma aha inuu weysaysto, ile waa weyse qabaaye, laakiin waa sunna inuu weysaysto weysadii cusboonaysiiyo. arrintaasi fadliga ay leedahay buu baabkani ka warramaya. can abi hurayrata can innabiyi sal allahu alayhi wasalam qaala, wuxuu ihi nebigu, lowlaa anashuqa calaa ummatii, ee lowla alkhawfu, baqa haddaanu jiri lahayn, aan ka baqayo min anashuqa, inaan culaysiiyo, calaa ummatii, ummaddayda aan ku culaysiiyo, waxaana qaadi karaa inaan saaro, laamartum, waxaan amri lahaa cinda kulli salaatin, mar kastoo ay tukanayaan, biwuduu'in, weysaysi baan amri lahaa. yacnii amaha weyse qabaan ama yaana weyse qabin. wa maca kulli wuduu'in, weyse kasta maceed iyo la jirkeedana waxaan amri lahaa bisiwaakin, cadayasho. rawaahu axmadu biisnaadin saxiix. markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaa ma amrin, sababtu amir waa inuu inoo caddeeyeyo inay ummadda culays ku noqoto ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka baqay. laakiin arrinkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sunneeyo, qowlla waa ku sunneeyey, ficilna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku sunneeyey. xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofkii haddii uu doono inuu tukado oo uu weyse qabay, inuu salaadaa u weysaystaa inaanay waajib ku ahayn. aayadda qur-aanka weysada ka warramay sida ilaahay uhi, yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum, muminiinta salaadii markaad u kacdaan weysaysta, macnaa idaa aradtum alqiyaama baa looga jeedaa, markaad doontaan salaadii inaad u kacdaan weysaysta. waxay culimmadu leeyihiin waxba meesha markaa idmaaran oo qarsoono, wa antum muxdithuuna, wey idinku aan weyse qabin, haddaad doontaan inaad tukataan weysaysta. amabase kii weyse qabay iyo kii kalaba aayaddu way la hadlaysaa, oo qof kastoo doonaya inuu tukado ha weysaysta weyaan macno. laakiin amarkaas wuxuu noqonayaa fii xaqi lmuxdith mufiidan lilijaab, qofkii aan weyse qabin amarkaasi amar waajibin tusiya ayuu u noqonayaa isaga, hadee inuu weysaysta waajib bay ku noqonaysaa. qofkii weyse qabayna alamru fii xaqi lilistixbaab, amarkaasi wuxuu tusinayaa sunnanimo. waxaana taa u daliila in nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabaduba salaado badan weyse qura ay ku tukadeen. haddii ay waajib tahay in salaad walba loo weysaysta, hadday waajib tahay, nebigu calayhi salaatu wasalaam shan salaadood weyse qura kuma aanu tukadeen,
marka arintaas waa sunna u weey وعن أنس قال وحوري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي لا يوحى يتوضا ميد ويسيست عند كل صلاة مركز توت كنيا ما هو يسقب اميان ويسقبي قيل وحل لله أنس وحل قولي فأنتم إذن كعدات صحابة تهين كيف تصنعون سيدابات سميسان صلاة كستمية ويسيستان قال وحري أنس كنا وحنا نصلي إنا نتكنو الصلوات صلاته أردن يعني صلاته شنطها إلا صلاة مركة ورب الله قاد ليه وصلاة فر الكاي حتى مركة ليه عند كل صلاة أي مفروضة صلاة كستوى فر الله كنا وحنا نصلي إنا نتكنو الصلوات صلاته شنطها بوضوء واحد ويسقوا رأيان كنت كنترن ما لم نحدث مرها دي آن حدث نقول لعين وحي ويسيد شبيني آن نقول لعين رواه الجماعة إلا مسلما مركا حديث كان يوحي تلماما يا أولا إن السنة هاي ودي فضل بضانا إليها هاي إن صلاة والبلو ويسيستو سأل نبي عليه الصلاة والسلام ويالي كري لكن أرنتا سيناني واجب هاي ورسا صحابة ويفهمين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أي مركا كار كان isagoo salaada ku tukanaya way suqura si xadiidka bureyda ku sugan ee muslim wariyay annahu salla salawaat yawm al-fath bi wudu'in wahid shanti salaadood maalintii fathu makka nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu ku tukaday way suqura waakii umar weydiyay yiri sanacta maalamta kunta sanacu ya rasuulallah rasuulki ilaa maanta waxaad samaysay waxaan hore u samayn jiray maxaan sameeyay salaadii shanta aad way suqura aad ku tukatay نبي عليه الصلاة والسلام مدي دين وما أوران وان ويسيستي وانا دي أركهاي يارن كهر تواقيري إنو شنتي الصلاة دو ويساقوا لو كنت كذي وحانو لعمدا صنعته يا عمر أرن كأغام بانو سمي عمرو اللي بيان الجواز سيانو عدايين بنانتاي واني واتشي بهين قفكي ويساق بي إنو صلاة كستي ويسيستو لكن أرن تاسي هاي أرن صنعة قفكي إسكد دايانا دي صلاة دي سواي أيوة أنصحيسو وعن عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان وحا أمرا إلا أمريبوها بالوضوء ويسيس لكل صلاة صلاة كستو ويسيستو طاهرا كان ها هذا من طاهرة أو غير طاهر أما مدى ويسق بنا هذا طاهرا كان مدى ويسق بهذا أو غير طاهر أما مدى ويسق بنا هذا ولما شق مركو أتكاذي ذلك أرنكاسي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكو أتكاذي أمير وحل أمر بالسواك عدا يشرع عند كل صلاة مركز توتو كان يينو عدد وضع عن وحى النبي لقد داي يعني واجب نميذا ديبا لقد داي الوضوء ويسيسي صلاة كستو ويسيس الله إلا من حدث ويسجبين وشرمو يعني وكان وحو عبد الله بن عمارة يرى مد قبو أركا أن قوة الأود به سجين كسرنت على ذلك أرنكا وأوده وعبد الله بن عمر وحو أركيين وأوده صلاة كستين ويسيستو كان يفعل أرنكا وسمين شريو صلاة كستوا ويسيسن شري حتى مات إلا ودنتي روى أحمد وأبو داود حديث كرسالة كسو حسن إلاد أورشا جاي شوكاني نيل الأوطار كأولي هاي في إسنادها محمد بن إسحاق وقد عن صح ما أتاس محمد بن إسحاق مدلس وياي لكن قد صرح بالتحديث عند أحمد والحاكم رواية أحمد والرواية حاكم أيو سعد أورشا جاي ورنت حديثك مركا تدليس كيسي لقب قريه ولا قب بادي حديث كان وحد تلمام يا وحل النصخي إنه يهي واجب نمدي صلاة كستين لو ويسيستاي نبي عليه الصلاة والسلام واجب كوهيد ومركة ورخصة يستيسي كميدة حيا نبي عليه الصلاة والسلام يقول لك جاريه لكن أرنت السنة نمدي يدي باقي وحانا أود دليلين صحابة رسول رضوان الله عليه أي سمين كيرين أي كوحم الفلي كيرين سيدة عبد الله بن عمر وروى وحوري أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف وحكوري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيد من توضى قفك ويسيست على طهر إساق أطهى رقبه
كتب وقرا الله الى الله ويسقوا وقرا به ويسدا سببتين عشر امر ان كان سببتي عشر حسنات طبعا حسنه اي الله سبحانه وتعالى وقرا حديث كان هو حديث ضعيف يسقوا وسند كي سواحة كتير عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وسيو الحفظ حفظ كي سوليتي أبو قطيف نوا كتير الهذلي أو يسقون مجهولة الكتب الستة صحيحين كي سننت أربعة أنا حديث كاسو كلي أبو هذيل حديث كاس نوا ضعيف ليس له في كتب الستة إلا هذا الحديث باب استحباب الطهارة طهارتي سنة نمدد أباب يهي لذكر الله عز وجل إلى حسيتان كيس الله طهارة قاتل والرخصة إيو بنينتا ليسو بنية في ترك أرن كاين لغتاكو قباب كان لما مسألو كساب سيمي سلاة كادو عيتاي قفكو عدو دوني إله سبحانه وتعالى إنو حسو إنو سنة هاي إنو طهارة لما استرنقبو مسألة الله بعد نوحي تارنتا سيناني واتشي بهاين وقفكم يسقوا أن ويسقبين إلى سبحانه وتعالى وحس كراشة عهانة بنانتي عن المهاجر بن قنفذ أنه صلّى وصلى بمهاجر على النبي صلى الله عليه وسلم نبي قايو السلام وحاله ورسولك يتوضأ ويسيسر يويسد ولي أنو رميسترين فلم يرد عليه الصلاة وقموت شوابي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد معلن النبي عليه الصلاة والسلام عليه مهاجر صلانتكم اعلن حتى فرغ الا دميه من وضوئه ويسديسي فرد عليه مركاسو اوغ جواب وقال وحر انه لم يمنعني ايمديد انا ارد عليك ان صلانتك اوغ جواب الا اني كريت ان انو كرايست مويان ان اذكر الله ان الهي حصو الا على طهاره طهاره انا كسغن مويان رواه أحمد وابن ماجه بنحوه وأنا حديث صحيحة. مرجع حديث كان وحد تلمامي يا إن السنة هاي قف قادو إلى سبحانه وتعالى حصيه إنه طهارة ما يستيران أقبه. قادو دون أي إنه تسبيح يتحميد يتكبير يتهليل يوضع. والسنة إنه مركه رؤوي سيستهدان وهو رؤوي سقبين. وهي الصلاة وحي كم تهاي ذكر إلهي. وده السلام مركل لي السلام عليك السلام ذا سوى اسم من أسماء الله ومرع إله سبحانه وتعالى مرعيد سكمد سو النبي عليه الصلاة والسلام تلمامي مركو سلام تكتشي روى اسم من أسماء الله ومرع مرعيد إلهي كمد دي مرع إله أمر دي لصو هذا القادن إلهي والحصن واتك أنت النبي عليه الصلاة والسلام منك أنه سلام توقت شوابي وايو marka hadii aan qofka dhikriga dhaafayn salaahan de salaanta ka jawaabisteedii oo kala hadaan dhaafayn oo qofkii wali aan ka tagin uu uga jawaabi karo inuu markii hore taharada dhameystirta inay fiican tahay ayuu xadiidkan waxa weeyaan tilmaamaya wa ana bi juhaym ibn al harith qala wuxuu aqbala nabi sallallahu alayhi wasallam nabiga ayaa soo fool yeeshay من نحو بئر جمل بئر جمل ما شاء الله هذا وامل مدينة قتال أي النبي عليه الصلاة والسلام كيمي فلقيه ورسولك وحل كل ما رجل النن فسلم وسلام النن كاس عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد معل صلانتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل النبي إلا وكتشيست على الجدار الجدارك ومسح ومسح النبي بوجهه وجهه سيوكما صحيحيدي قدارك وكسوه قاتي ويدي لبدي سيقعموت ثم دويتنا رد عليه السلام سلانتي بوغت شوابي ملكو قبا قبا يستكدب أيو سلانتي بوغت شوابي متفق عليه ومن الرخصة أي ومما يفيد الرخصة رخصة وحيابا فائدين يحكم من الرخصة دي. الرخصة ليس الرخصة إن لا إلا حسي كريد لو يسقبن في ذلك حاله كسر وري مسألة حديث عبد الله بن سلمة عن علي حديث كسوء نص صعداه وحديث كي أرنا علي الله كان النبي لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة نبي عليه الصلاة والسلام قرآن كآخرين تي سوح وديدي تشري ما تشرين جنابة موياني ورقى حديث كده وحلقة قاطي وحلقة لوحي جنابة كيرسى الحدث الأصغر كي أوكله إنه القرآن كأديد تشرين جنابة اللفتة دونه
ده القرآن كونه يودي يشرتين لكن ذكرك كلا إله سبحانه وتعالى إنه يودي يشر لكن حديث كسين واركد وأنه ضعيف وحديث ابن عباس قال وحري بيت وان بري عند خالتي بن كبري أبريرتي أكتيدا أبريرتي أكتيدا وهو إذا ميمونة ميمونة هيد سنذكره ما ينشئ قدونا مركا حديث كاسنا وينصو الصعداء السنة وحكو شرتها إن نبي عليه الصلاة والسلام مركي وصوته وصيبة سقو ولي آن ويسيسن إنو أخريي آيادها سورة على عمران خاتمة دي دي كتشرة مركا واحد اللي يندي اللي هردو كسوك عيمنو ويسيسن نهدنا آيادها سو أخرية تاس مركا واحد تنوامي ساقفا ويساق بني قرآن كإنو أخرين كرام تانا نظر باكو السوغانو دي نبي عليه الصلاة والسلام هردد ويسيسن كميتي من شرين لكن مالك لا يكايا جاين هل كده نقول تقدونا وهي حديث كان أبي الجهيم وعين كفى إذا سرنا سيد الصنة هي إني تهاي في عن أفضل كأكمل كاي قفكو إنه إلى سبحانه وتعالى وحصى سقط هرب لما يستيران كسبان سقفك تاسع وقصور تجشنا دقفك وحوف في عن المسكو يسقى ومر والبا لدد باك السلام يا دد بات سلام يا سه إلى سبحانه وتعالى ذكر جيسينا بعد سابات دونسا أركوي سقاب كعو الدواء إنه بدناه. وعكر حديثك وتلمام يا إلّا جب يسنكره وحيابا واتش بهين مستحبات كإلّا جب يسنكره. سذكر جي إلهي وكره قف في سلاد بدوني ماي إن إلهي حساب الدنيا ويحدوني إنه قرآن أخرسته. ما هو يسقابه وإيش كجب جب يسنكره سال النبي عليه الصلاة والسلام وياه. لكن علماء وحيوب بدنيين إن صابت النبي عليه الصلاة والسلام وجب الجب يستعيد لعدم الماء إن أنا بيحين وإذا أدل ضيات المنطقة دي بي الله أيه لا نستعمال كرو جب الجب يسوي أنا شرع هين فلم تجد ماء فتيمم وشرد وحلاق دقي بيه ده إلا وايا إلا استعمال كرو وايا أنا يدنا ده وايس بحق شرع هذا كحساب صنطح جدار كان الجب الجب يسان كرو أي حديث كريت المعامل حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه لكن ده جدار كوين غدو جدار عيد له ما جدار ردينا ناكله قرارة ده كسب إنسان أما ترين تجا أبو سليد كاي ومرسية بورنا أنا دول صارين وجدار ردي عرشية ده إلا هاي درجدو ده نوبة ده لقوا تلبيسي مركا عيد بشر دوا جب جبيسي مركا جدار عيد دي لوي أما دول صارتو ضب إلا دول صارتو أما بس ده مركي صورة بعيدها كسم إسناده كاسيا الوجه بجبي سنكرا الجدار ردو نصيدا صياها وقت جي النبي عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت واحد تري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي لا يوحى يذكر الله مد لا يحصى على كل أحيانه وقت يدي صورة رواه الخمسة إلا النسائي وذكره البخاري بخاري نكتاب صحيح وكل شيء جاي بغير إسناد صقوا السند لهين وحديث كاني وحأصل وياهي الاكثار من ذكر الله قفك مسلم كاي حسك إلهي أم حسد إلهي إنه فربضيه وحالتك استمى النبي إلهي سبحانه وتعالى وحسك معنا صقوا تاقا صقوا فرنيا صقوا شيفا صقوا صعونيا هؤلاء الدنيا حتى دي النبي عليه الصلاة والسلام كتشيرو ذكرك يا حسك إلهي ما إلا بيشيرين waxaa laga soo reebayaa uun xaaladaha isugnaatay nabigu kaleey salaatu wasalaam inuu karaayeesan jiray xusitaanka ilaahay subhanahu wa ta'ala sida waxa weeyaan hadii qofku yahay calal bawl wal ghaid qofku haaji gudashada lafteedii buu dul fadhiyaa wa makruu xaaladaas oo kale qofku ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu xuso marka wixii dalil soo reebay mooyaan asalku waxa weeye nabi kaleey salaatu wasalaam xaalad walba ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu xusu jiray maana isagoo mutatahir isagoo muhdithaba marka xadiidku wuxuu kamid yahay adilaa tilmaamaysa dhikriga ilaahay in loo tahara qaata inaan waajib ahayn ee sunna una itay bab istihbab alwudu' weesaysiga sunnaanta la sunneeyay buu baabi liman mid loo sunneeyay araada dooray annawma سيحة شدوني وحالة ذاها ويسيسيقا لسنة يوحا كمي دو قفكم مركو دوني ينو سيح
وعن البراء بن عازب قال وحيني قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحيني إذا أتيت مركات ما دمض جعك قوغشة هذا فتوضأ ويسيسو يعني إذا أردت أن تأتي هذا دونت إلى قوغشة تمادو إلى قوغشة لقدل ويسيسن ما يه مركات دونت إلى قوغشة هذا تكتو فتوضأ ويسيسو هرتا وضوءك للصلاة وضوءا ويسيسي أو كوضوءك للصلاة ويسيدي الصلاة أو كلا ويسي شرعية ثم الضجع دبي ترتشي يفسو على شقك لنا عاقة وشي يفسو على الأيمان على الأيمان أي ملك ثم دبي تنقل وحات إلى هذا اللهم أسلمت نفسي إليك إلى النفط إذا أدان كوه قامي من أدقى كوه قانسا أيان إلهي النفط إذا aan ka dhigay wa wajahtu ila wajhihi wajhigayga ilay ka xaggaaga soo jeeyay wa fawadtu aan bandhigay amri arinkayga oo dhan ilay ka adiga waxaan aadan ku tala saaranaya tawakkalu alayka waljaatu wa antiri dhahri dhabarkayga ilay ka xaggaaga soo tiri bimaana aatamidu alayka ila aadan ku xuskanaya raqabatan رجو أن كعب أوجد ورهبة يبقى أن كعب قنيو أنا إليك رغبة رج إليك أديق أن كو قبو ورهبة أي منك يبقى أديق أن كعب قني أوجي لا ملجا قباط ولا منجا يوم يلجبت بادا أو منك أديق لقى جبت بادا ما تشرتو إلا إليك حقاك إن لو سعر رمو يعني اللهم آمنت إلى وحن رمي بكتابك الذي كتابك أسوى أنزلت أتسودك سوى قرآنك بل وكتبت إلى أتسودك يوضن ونبي كبار رمي الذي نبي أسوى أرسلت أتسودك فإن ميت هذا دي مطه هذا هو سيستيو ذكري آخر يوكو سيحضي من ليلتك هبين كاقا فأنت أدق على الفطرة على السنة والذي صحدة هيد بات كل مات السلام كي صحدة هيد كل مات واجعلهن كي يلبون النبي آخر ما شيء قدام بيا يتتكلم واتكوها ليس به إساق يعني هذا الكلام قدام بيسي قال فرددها وكسع العلي علي أن يقوى يكسع العلي النبي صلى الله عليه وسلم عن سيان وحفديان وقيمه فلما بلغت مركي أن قال اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت وحانني ورسولك وهلك والنبيك أهيد أيها ورسولك كبدلي قال وحر النبي قل لا مايا ورسولك هورن ونبيك الذي أرسلته وإن الرسول النبي كبدله نبي عليه الصلاة والسلام ويجدد رواه أحمد والبخاري والترمذي حديث كان وحد تلماما يا قف كي مركا دوني إنو ساحضو حتى هذه مركا ولو ويسا قبي إنو ويسا وحسبوني سيئة سيحة شداسي إلي تهايمت سنة وحكا الحديث كو احتمالي كرا قف كي ويسا قبي إنو إن لقهد الله وإذا أردت أن تأتي مضجعك وأنت محدث فتوضى سيدي آيات دبا إنكم علينا وعكلو حديث كانوا تلماما يا فضل جا ذكر جا أولياء هاي هذه مركا ويسقبنا والله صعبه وهذا كرتدى قفقين وهرددان وكبصوا كعين الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسي كلتي قضى عليها الموت نفبا ذنبا إلى هاي هرددا يكوت جين ساسي وكو قبر يساقو مغنانية marka qofku markuu sii seexanayo inuu si fiican u diyaar garoobo way ilaahay baa og waa dhimashay yar hurdadu yee inuu ka soo noolaan doono ka soo kici doono way saqabiyey dhikri qofku ku seexdo wixii habeenkiina uu sii xisaabtamo khalad iyo gaf wixii uu ku jiro inuu ilaahay subxanahu wa ta'ala uga toobad keeno xaaladiisa uu saxo nabigu kaleey salaatu wa salaam saxaabadiisa adkaarta sidoo u bari jireen waa laga qaadanaya faradadaha alayya nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam وهكذا لقد قادنا يا أذكارتو إلى توقيفي ذكرية النبي كسو أرور السيدة أي ما دين بالله أرانيا وكلمة لقوبة بدلي كرو النبي عليه الصلاة والسلام رسولي النبي إلا يسكو بدلها مديني
علماء قارنا وحي لي النبي عليه الصلاة والسلام وحي ودي ليس كبدل كودا وهي ديوا ما 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 معنا قرى موضة السنيان ومعنا هذا أياكل الدوان باب تأكيد ذلك أرنكا أدكين تلات كي أيو بابي أرنكا إيو إيسا قبل قصيحة للجنوب اللوات كي يقف كي جنابة قبي واستحباب الوضوء وإيسا إيسي سنين تلات سنية بابي لو كي جنابة قبي أن مارن لو سنية لأجل الأكل عنس أوجد دو دونين وعنو إنه ويسيست السنة يسجل له السنة وشرب عبيتان يو المعاودة تكون نقشة كباب كان يروح التمام يا يضاق قفكم مركو سيسة حانا يبا السنة أي تعي إنه ويسيستو قفكم هدي وجناب اللي يو أنا وجناب هذا كم بيرانا وربنا كوسة هذا وأنا كوسة حن كراي غسل الجناب لا يجيب فورا المركب قفكم إنه كم يدوات ما هي إنه ويسيست أيها السنة اللي أتكيه sida soo kale qofkii jurubka uu dooray inuu wax cuno ama wuxuu cabo ama uu noqosho sameeyo wixii janaabada saabay uu ku noqdo waxa isagana loo suneeyay inuu weesaysto Cali ibn Umar qaalay wuxuu riyaa Rasuulullah ayana umiyu saxanaya haduna mid kayo oo xaal uu isagu junub uu janaaba qabo waxana aanu meeran qaalay wuxuu nabiga kaleey salaatu salaam naxam haa iska saxan kara ida tawadda amirku weesaysto hadu weesaysto وعن عائشة قالت واحد تلك كان وحى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد مركو دونا أن ينام إنه صحيح وهو جنون سقو جنوبا غسل وامير تري فرجه هو استنجون تري وتوضأ هو إسيسن تري وضوءه للصلاة ويسدي صلاة دوكلي رواهما الجماعة ولأحمد ومسلم عنها قالت واحد تلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها إذا كان جنوبا هدو يا مد جنابه قوا فاراد ودونا ان ياكل انو عنو او ينام اما وسيخدو توضا وهو يسيسن جيره وعن عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص ورخص للجنوب قفكي جنابه قبي اذا اراد مركو دونا ان ياكل انو عنو او يشرب اما وحو عبو او ينام اما وسيخدو ان يتوضا انو يسيستو وضوءه للصلاه ويسدي صلاه او كلي رواه احمد والترمذي وصححه وعن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي اذا اتى متكين مركو اذا اتى مركو تغ احدكم متكين اهله حاسكي ثم دتنا اراد ودون ان يعود انه كنقض فلي يتوضا ويسيست رواه الجماعه الا البخاري مركا حديثه وحي نو فايدهس مركا كوباد قفكي جنابه قبي الى ان واجب كو اهين مركي بينو مايدو إلا دي لقاعدة وقت صلاة إيا وحي كلاية ظهارة وباهنا ودون يسمين تيس وغسل الجنابة لا يجب على الفور مركب وقف كواتي من ما يدب ودقان كرا إلا وحي طهارة وشر دي وهي لقاعدة وإسكت سيحان كرابة إساقوا عن جنابة دي كما يدن تسوى مسألة مسألة كلا وحي طهي حديثة كترتا وحسنا قفكي إن هو يسيستو إنت آنو سيحان وفي جنوب كائن ويسيستا يا سنة انت رصيحا روح الله ماذا هدي ودونين وحنا ما وحو عبو أمر كالنبي وامره ولي فلي التوضى قارهان كي دونين وكنا قضنا واتب فائدين مايو وزيادة الرواية دا حاكم كتير تيوران سفا إنه أنشط للعود أرنت أسا كنا قشدي سا دردرت يدا أفيعا معارين كاسدي قفكي اود بو سمينيا ويسيسي غاسي روايه دا سامر كواجبين انو فايده كلي حسي سجمهور العلماء يراهدين او توسيسي امر كان انو يا للاستحباب سنن نمون من توسينايه وحلم اذا حديث كي ابن عباس ابو داود وري النبي وخر انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه صلاه دين انو ويسيست ايون بالي امري وبمعنى وح كلا او إن لو ويسيستا واجب تهي مجره وعن عائشة قالت وحي تري كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوحا إذا أراد مركو دونا أن يأكل أنه وحنا أو يشرب أما ويعبه وهو الجنوب نساقه والجنوب يغسله ميري تري يدي قعميسة ثم دوتنا يأكل وعن تري ويشرب وانا عب تري رواه أحمد والنسائي مرقى حديث كان وحكا لتلمام ما يحب تلمام ياهم قفك الجنوبها إنه ويسيستا مركو دونا أنه وحنا أما ويعبه إنني واجب هين النبي عليه الصلاة والسلام سلام وحي ويا للبيان الجواز وعد يين بنان تاي
إنه وحسك عوني كرا وحنا عابي كرا إساقو ويسيس ويسادو رسولنا ونايتاي. وعنها أيضا قالت واحدة كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوحوها إذا كان له حاجة مركض دانيا يوقبت إلى آلي حاس كيسا الطاوم واوي من شري ثم دويتنا يعود وكل قن شري مر لباد ولا يمس ماء إساقو بيطابا. رواه أحمد ولأبي داود والترمذي عنها كان رسول الله ينام وهو جنب ولا يمس ماء سوى بيان تعبا بمعنى لا للوضوء ولا للغسل سوى ما يدن ويسيسن. مركا حديث كان هرتوى ضعيف وحفاد وضعيفيين أي ما بدنا حفاظة إمام أحمد يا الشعبائي يا الترمذي يا أبو داود يزيد بن هارون إمام مسلم ابن أبي شيبة أحمد بن صالح بل وحول هذا ابن رجب اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكار على إسحاق كتاب فتح الباري والسداكور أبو إسحاق با وهمية بين هذا الحديث كان سي خلدا أوريي هذا الحديث كان ينصح الآن وح كلمات المامين وح شيقي لهاون كنا قشدة إلا هو يستعين أني واتي بهاي هرانا وعوشا إن تاسين السنة ونأتاي انت صعيم بوت المامين أما مركل الله ولا يمص ما أنت وح الغوفة سيري لها أي للغسل بيما يرى شيء صغوان طابا. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.